صباح الخير يا متابعين في التحليل الفني الصباح شركة وينزر بروكر هقدمه لكم كريم مجدي اليوم 30 ابريل 2020 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. ارتفاع امبارح طبعا الاسهم الامريكيه بشكل عام ومؤشر داو جونز بشكل خاص، وده راجع في المقام الاول لتوقع العقار فعال لعلاج مرض كوفيد 19 مما اطلق موجه صعود طبعا واسعه النطاق وشجع المستثمرين على تجاهل بيانات قاتمه للناتج المحلي الاجمالي وكلمات طبعا تحذيريه من جيروم باور رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. بنا في بعض التوقعات اللي ظهرت لعلاج فعال طبعا فيروس كورونا اللي يعني اثر بشكل مباشر وشكل عنيف على الاقتصاد الامريكي خلال الفتره اللي فاتت طبعا نتيجه الحظر والتوقف كثير من النشاطات على مستوى الولايات المتحده الامريكيه، ولكن امبارح مع توصل او اقتراب او توقع بتوصل لعقار شجع طبعا شهادات المخدر، شفنا الارتفاع الكبير اللي حصل امبارح مع مؤشر داو جونز. امبارح كان عندنا بيانات سيئه جدا وهو اوله من الناتج الاجمالي المحلي الربع السنوي الربع الاول اللي هو طبعا كان شامل شهر مارس اللي جاب نتيجة أسوأ من المتوقع سالب 4.8%، وكان متوقع ليه سالب 4%، والربع الماضي كان 4.8%. طبعا فرق كبير جدا ما بين سالب 4.8% وما بين بالموجب 4.8%. أيضا مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر شهر مارس أيضا جاب نتيجة أسوأ من المتوقع سالب 20.8%، وكان متوقع ليه سالب 10%، والشهر الماضي كان 2.3%. طبعا بيانات أسوأ بكتير جدا. وفي النهاية ختمنا اليوم مع قرار فائدة الصادر على البنك الفيدرالي الأمريكي اللي جاب زي ما كان متوقع ليه طبعا 0.25%، وما كانش أي جديد، وبغير طبعا تحذيرات جيروم باول اللي ما كانش ليها تأثيرها قوي على الأسواق. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت ونشوف توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما احنا شايفين الاداء الايجابي، اداء ايجابي على الاي ام اي، اداء ايجابي على مؤشر السار، ثبات اعلى المتوسطات السعريه وتقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، المسافه بينهم، ايضا مؤشر الاستوكاستيك ومؤشر فلات ترند، وكل ده مدعم بشكل كبير مؤشر داو جونز. والاهم الشرط اللي احنا كنا حاطينه له هو كسر ال 24.490، ولذلك هو المجال مفتوح اكيد لتحقيق مستهدفه الاولاني عند 975. في حاله كسره هيكون المجال مفتوح لل 785 وراها 26.540. مرة تانية الاتجاه اكيد الاكثر توقعا هو الايجابي بشرط كسر ال 24.975 عشان يروح لل 785 واخر نقطة عند 26.540. السيناريو الاخر المعاكس هيتحقق بكسر ال 23.790 علشان يروح ل 22.910 واخر نقطة عند ال 22.300. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول امن وبشكركم على حسن طبيعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.